أعزائي المتداولون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا لليورو دولار لتاريخ 15 من أغسطس نبدأ أمامكم. هنا كما ترون كان لدينا محاولة للهبوط قوية منذ يوم الجمعة، لكن نحن شكلنا مطرقة التي بنظري أن هذا سوف يأخذنا إلى مستويات أعلى من ذلك. بكثير من المحتمل والممكن أن تصل إلى مستويات 1.1230 على أقل تقدير، ومن ثم الاستمرار في الصعود إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير. طبعا هذا يأخذنا إلى الباوند دولار. كما ترون كان لدينا هنالك هبوط حاد الذي يقترب من مستويات الهبوط أو الأدنى مستويات ل 31 عام عند 1.28. أنا بنظري أنه من هذه اللحظة سوف يكون لدينا مستويات تذبذب بين 1.3 و 1.28 أو تصحيح. تداولا موفقا وشكرا لكم.